صحيح. فايش تقول يا ابو صالح؟ اخواني فيه اثنين، هذا الدكتور وهذا المعلم المدرس، هذول حطوا لهم ثلث قايم يمشي احيا واموات. انا قبل 40 سنه بالرياض عام 1400 جاني واحد من الجماعه ابوه صابه مرض بالليل بعيونه، يوم انه اصبح لما يشوف جابه لي، انا كنت بالرياض، وقال يا ابو صالح الوالد صابه مرض بالليل ويوم اصبح له كفيف، ولا ندور لي اطيب دكتور بالرياض، نبي نروح نوديه يمك. تعرفي دكتور داخل البلد، توفى رحمه الله على هذا الدكتور، كان دكتور عيون ومعروف، بس الاسم ما ودي اقوله. المهم رحت انا وياه وعلى طول دخلنا على الدكتور بشقته، وعنده خدمات طيبه وعنده اخلاق عالي، يستقبل الانسان من يوم الدكتور يشوفه، من يوم المريض يشوفه الدكتور على طول ينشرح صدره وكل. جلسنا وكشف عليه الدكتور، حط السماعات، حط المناظير بعيونه. المهم قال المريض هذا وش تقول يا دكتور، وش اللي بعيوني؟ قال ابد كلش خير. قال ولده بجنبي، وش يا دكتور؟ قال هذا له خيضر ما له علاج. اثره يسمع ذاك حريصة هذا المريض حريصة تسمع سمعه خارق الدار، الله لا يبلى امنا بالله، هذا له خيضر ما له علاج عندي. لا اثره قال ما له علاج. المهم ذاك الله لا يبلى انا وهو يقول هو يطيح قدامه، يجيب له ابره ويطقه ويحطه على الكرسي على السرير. وقال انا ما اقول ما له علاج، اقول عندي ما له علاج بس، ولا هو له علاج. المهم انه قال قنعت يا ولدي خلاص، يقول هذا المريض والله اني قنعت. شوف لو قال الدكتور مثلا نبي نعالج ان شاء الله هو بخير، لكن يعلم ولده، لكن اثر المريض سمع مره يقول. وش يقول الدكتور؟ قال هذا له خيضر، اظن هذا الماء الاخضر حاليا، لكن قديم الزمان يسمونها الخيضر. نعم الجلوكوما. اي هذا يتسمع وسمع يشق الدار، قال هذا الخيضر ما له علاج. في اخواني الدكتور لازم يبشر، ولازم ترى على ثغره كبرى. وكذلك المعلم، معلم مثلا اي كتاب سبحانه وتعالى، هذه ثلاث يبذرون هؤلاء الرجال، وهذه ثلاث اللوم سبحان الله العظيم. وقف والأعمال طويلة والخير عريض، اللهم لك الحمد، سلامة الجميع يا أخوان.